وهل في أي عوائق فنية أو أي مشكلات بتواجه حضراتكم نقدر يعني نذللها على طول ونتعامل معاها؟ الأول كده، احنا في اليوم الثالث انتهت لجنة في نيوزيلندا وتم غلق لجنة نيوزيلندا والآن بيتم الفرز. اللجان التي تعمل 103 لجنة، وما زال في 33 لجنة هيتم الفتح خلال الساعات القادمة إن شاء الله. السيدة السفيرة داليا هانم فايز، حضرتك ممكن تطلعينا أخبار المقر عند حضرتك في الكاميرون، الموقف إيه؟ الصوت ميوت يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. هنا في الكاميرون تمام. ابتدينا بالفعل من يوم الجمعه، والنهارده ثالث يوم. يوم الجمعه يوم عمل عادي في الكاميرون، فبالتالي كان الاقبال ضعيف، وزي ما كنا متوقعين ان يوم السبت بعد الظهر هيكون الاقبال. بالفعل لما فتحنا بعد ساعه الراحه لقينا عندنا المقاولين العرب كل المكتب، لان احنا هنا عندنا مقاولين عرب ومصر الطيران، الاثنين المكتبين كانوا موجودين. هو احنا يمكن عدد الجالية هنا قليل شوية، بس هو مش مهم العدد قليل قد ما مهم ان كلهم حرصوا على الوجود. وعندنا برضه بعثة أزهرية، كل اللي موجودين قريب مننا كله كان موجود، وادي احنا لسه فاتحين دلوقتي من الثالث وفي انتظار. في أي مشاكل يا فندم أو أي حاجة؟ لا خالص. الحمد لله. كله تمام. تمام يا فندم. شكرا يا فندم. سيادة السفير إيهاب فهمي في تونس، حضرتك ممكن تطلعنا إيه الموقف عند حضرتك، في أي مشاكل فنية أو أي حاجة يا فندم؟ طبعا في يا فندم. لا الحمد لله، عملية الاختراع تلخت الجمعة في تمام الساعة 9 صباحا، وتواصلت في تاني الأمس، واليوم تلخت أيضا بدأت في العملية الانتخابية، والحمد لله لم تحدث اي واقعة او اي اعاقة لعملية الاختراع بين. شكرا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. سيادة السفير ياسر عثمان في المغرب، الموقف عند حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. لا وحضرتك بصراحة العملية الانتخابية يعني بتسير بسلاسة ويسر، ولم تواجهنا اي مشاكل خلال اليومين السابقين، بالعكس يعني السيستم شغال تمام، الدعم الفني بيستجيب على طول، المواطنين بصراحه في غايه الالتزام والاقبال على الانتخابات، وحاجه مشرفه. شكرا جزيلا لحضرتك فندم. سياده السفير معتز انور في زامبيا. سياده السفير عمر عامر في اليونان. الميوت يا فندم، سيادتك ميوت يا معالي عمر بيه. صباح الخير، حاجة سامعيني كده؟ يا فندم اتفضل. صباح الخير على حضرتك وكافة أعضاء الهيئة، بشكركم شكرا جزيلا على كل الدعم وكل التسهيل والتيسير اللي حضراتكم قدمتوه لينا خلال اليومين الماضيين والنهاردة، وقبل أيضا بدء العملية الانتخابية كل الأمور صارت كما هي مخطط لها بيسر وبسهولة. إقبال الجماهير وإقبال الأبناء الجالية في أثينا وخارج أيضا أثينا كان على مدار يوم الجمعة وإمبارح، وإن شاء الله نتوقع المزيد منهم النهاردة يوم الأحد باعتبار إمبارح عطلة نهاية الأسبوع، ولديهم الكثير من الوقت. إحنا لسه الساعة 10 صباحا في اليونان، وأمامنا لغاية الساعة 9 مساء إن شاء الله ننتظر الكثير من أبناء الجالية، لكن من الناحية الفنية أضم صوتي لصوت الزملاء إنه كل الأمور كانت بتسير بكل يسر وبسهولة، وإن شاء الله العملية تتم على كل خير نهاية اليوم ونبدأ الفرز. أنا بشكر حضرتك، أنا شايف المقر عند حضرتك دلوقتي والأمور منضبطة، وبشكر حضرتك على التنظيم. وبالفعل يعني احنا دلوقتي رابطين مع حضرتك بث مباشر وشايفين الموقع عند حضرتك. بشكر حضرتك على التنظيم ونتعاون دايما مع بعض إن شاء الله فندم. شكرا فندم. كل التوفيق. شكرا فندم. سيادة السفير محمد الشريف في ملاوي. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير لكافة الزملاء. الحقيقة هنا البعثة في ملاوي يعني بتسجل تقديرها وتحياتها للهيئة العامة للانتخابات
على الجهد المبذول على مدار اليومين السابقين، والحقيقه كان الجهد ده ابلغ الاثر في ان هو يخلينا نتغلب على العقبات الفنيه اللي خارجه عن ارادتنا في استضعاف البنيه التقنيه هنا في مراوي. والحقيقه من في هذا الاطار برضو انا بحب اسجل تقديرنا واحترامنا لابناء الجاليه في مصريه مراوي اللي تكبدوا مشقه وعناء السفر عن طريق بري على طريق بري لمده 5 ساعات في الذهاب وخمس ساعات في العوده، وقالوا على انفسهم الا ان هم يلبوا النداء الوطن في ان هم يادوا امانه صوتهم ويحققوا الواجب الدستوري اللي عليهم. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك، متواصلين مع حضرتك ان شاء الله حتى تمام الغلق وتمام الفرز ان شاء الله. سياده السفير اسامه ثروت في ان شاء الله سياده السفير اسامه ثروت في جمهوريه الكونغو. صباح الخير يا فندم، احب اطمن سيادتك ان عمليه في برازافيل بتسير بسلاسه ومفيش معوقات، وطبعا بنشكر الهيئه الوطنيه للانتخابات على الدعم اللي قلنا ويعني المسانده لينا في التغلب على اي معوقات فنيه. وطبعا العمليه الانتخابيه مستمره لغايه اخر يوم، احنا لسه النهارده دلوقتي الساعه 9:15 لسه حالا بادئين فمستمرين لغايه اليوم، وطبعا تبلغ النتائج لحضراتكم في اخر. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. سياده السفير عمرو الشربيني في الدوحه قطر. صباح الخير يا فندم. الامور على ما يرام، بشكركم على كل الدعم الفني اللي واجهناه اليوم الاول والثاني، عدوا بسلاسه ويسر سواء على الجانب الفني للعمليات الانتخابيه او على المشاركه والحضور الجماهيري. احنا في بدايه اليوم الثالث الان ومتوقعين ان يبقى عندنا حضور ايضا، والامور كلها على ما احسن ما يرام. كل الشكر. شكرا لحضرتك برضو، احنا شايفين سيادتك الموقع والمقر في الدوحه يعني تنظيم، وبنشكر حضرتك على التنظيم فعلا، واحنا متابعين مع حضرتك ساعه بساعه. شكر جزيل لحضرتك يا فندم. سياده السفيره ريهام خليل في البحرين. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، صباح الخير الزملاء الاعزاء. البحرين احنا اتسمت العمليه الانتخابيه باليسر والسلاسه، وده بفضل برضه تجهيز المقر الانتخابي في السفاره المصريه في المنامه بالوسائل التقنيه الحديثه اللي يسرت تماما عمليه الانتخاب حتى في ظل الازدحام والتوافد الكبير من المواطنين. لم تستغرق عمليه الانتخاب داخل مقر اللجنه اكثر من 5 دقائق، وده كان مصدر طيب جدا لاراء ايجابيه للمواطنين اللي شاركوا في اول يوم، ادى لان هم شجعوا مزيد من المواطنين، فلمسنا توافد كبير اليوم الثاني عن اليوم الاول كمان نتيجه لسهوله ويسر العمليه الانتخابيه. والتغطيه الاعلاميه البحرينيه هنا اشادت برضه بحسن التنظيم، لان كان في عندنا اهتمام اعلامي محلي كبير. ومع الساعتين الاولانيين في اليوم الثالث والاخير لمسنا برضه حضور كبير من المواطنين اللي حرصوا على الحضور للمقر والابداء باصواتهم قبل الذهاب لمقر عملهم. شكرا لحضرتك والفريق العمل الفني جميعا على التيسير والاجراءات اللي سهلت وجعلت العمليه الانتخابيه تتسم بالسلاسه والاسره. بشكر حضرتك برضو، احنا شايفين حضرتك برضو المقر، وبشكر حضرتك على التنظيم، وشايف التقاطر السريع برضو في بالنسبه للناخبين والتيسير. شكرا فندم جدا، شكرا لحضرتك فندم، شكرا. سياده السفير اسامه شلتوت في الكويت. صباح الخير معالي المستشار. صباح الخير يا فندم. صباح الخير للساده المستشارين. صباح الخير. احنا الاول بسجل عند حضرتك نقطه مهمه، اختيار المكان لاعداد لجنه الانتخاب في السابق كان بيحصل تكدس نظرا لاختيار سيادتك برضو ارض المعارض في الكويت، ادى الى وجود سهوله ويسر للمواطنين. المقر احنا شايفينه فندم واعداده وترتيبه، انا بشكر حضرتك على هذا الاختيار، لان برضو اهم حاجه اداره العمليه الانتخابيه اختيار المكان المناسب بييسر العمل للناخبين وبيؤدي الى سهوله تقاطر المواطن وبيقلل الفتره الزمنيه لادلاء المواطن لصوته. فبشكر حضرتك الاول،
ثانيا بقى المعوقات ان وجد يا ريت حضرتك برضو تقول لنا عشان نقدر نساعد سعادتك. هو انا بشكر حضرتك من اول ما تم اعتماد المقر الانتخابي وبالفعل تم اعلام كافه المواطنين هنا عبر الروابط المصريه هنا او منصات التواصل الاجتماعي او منصات الرسميه للسفاره والقنصليه، وده كان اكثر منطقه جاذبه للمواطن هو يجي يكتب صوته هنا. المقر ده تم اختياره بعنايه لانه بيتوسط الاحياء بيتواجد فيها كثافه تواجد المصريين وسهوله الوصول الى المقر من والى، سواء مواصلات عامه، مواصلات خاصه، مساحات انتظار كبيره، وايضا ان صاله تسع لاعداد كبيره. احنا عندنا العمليه الانتخابيه المواطن بيدخل بيطلع بالظبط بتاخد 3 دقائق وتم حسابها وتقديرها، واحنا عندنا اكثر من 35 مكتب بيعملوا في نفس الوقت وفي نفس اللحظه، فبالتالي ان هو كل الامور بتمشي بمنتهى اليسر والسهوله. طبعا انا بشكر حضرتك والهيئه الوطنيه لتوفير كل الدعم الفني وايضا لتوفير كل الاعتبارات الخاصه بذوي الهمم كبار السن، ايضا تم توفيرها، وايضا للمكفوفين، وده كان ليه اكبر الاثر في التوافد حتى ذوي الهمم وايضا بعض المكفوفين. وكان عندنا بعض الحالات وقد تم طبعا تغطيتها تغطيه اعلاميه كبيره، هنا في تغطيه اعلاميه كبيره سواء من المحطات المحليه او المحطات الاقليميه او الدوليه بتغطي الانتخابات اول باول من ساعه البدء حتى الاطلاق، وده كان ليه اكبر اثر ايضا في توافد اعداد المصريين. فندم انا شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. هو فعلا احنا بطاقه برايل اول استخدام ليها في الخارج، وفعلا احنا سيادتك ارسلناها مع المهندسين الدعم الفني. بشكر حضرتك فندم. شكرا حضرتك فندم. سيادة السفير محمد سمير في الاردن عمان. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الحمد لله العمليه احنا دخلناها في اليوم الثالث، يعني بتتم بسهوله وبيسر شديد. هي التجهيزات التقنيه اللي الهيئه وفرتها يعني خلت فتره تواجد المواطنين بتكون اقل ما يمكن يعني داخل المبنى، وبالتالي بتيسر وبتشجع الاخرين الحقيقه على المشاركه الاقبال طيب الحمد لله، وكافه جوانب يعني العمليه بتتم بشكل جيد جدا. يا فندم بشكر حضرتك برضو. احنا شايفين على البث المباشر المقر والتنظيم، وبشكر حضرتك فعلا، وواضح التنظيم وتقاطر المواطن برضو سريع، فانا بشكر حضرتك فندم. بشكر حضراتكم جميعا، واحنا طبعا احنا مع حضراتكم لمدار الساعة حتى نهاية الغلق وبداية عملية الفرز، واحنا متواصلين. برضو حضرتك يعني تنبيه كده عام، احنا فرز وبيتم هذا الفرز من خلال حضراتكم تحت بصر مع حضراتكم، وتم قيد احنا معنا على البرنامج مطلعين على الاجراءات كلها، بيتم وضع كل الاوراق في ظرف مغلق وبيتم ارساله مغلق الى الخارجيه، وبيتم ارساله لينا للخارجيه حد بعد اذن حضراتكم البيانات كلها حتى نهايه العمليه الانتخابيه في الداخل، لان المنوط باعلان النتائج هو الهيئه الوطنيه للانتخابات، رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات. فاحنا بنكرر هذا على مسمع حضراتكم، واحنا متابعين مع حضراتكم حتى نهايه العمليه الانتخاب في اليوم الثالث مع بدايه عمليه الفرز. وبشكر حضراتكم ومتابعين الموقف مع حضراتكم. احنا كده بنتابع يوميا اللي تم، ونهايه اليوم الثالث ان شاء الله مع بدايه عمليه الفرز، وهنختار حضراتكم بما تم حتى نهايه اخر لجنه هتم غلق الانتخاب فيها، وبدايه النهارده ان شاء الله الساعه 7 مساء هتبقى دي او اخر لجنه فتحت في بدايه اليوم الثالث، ومتابعين مع حضراتكم يوميا. بشكر حضراتكم فندم، والشكر جزيل لحضراتكم، متواصلين ان شاء الله. شكرا فندم. شكرا.